حقك علي يا حبيبي، حقك علي. روح قلب امك، همشيها من البيت. انا اسفه ان انا سبتك معاها. خلاص بقى الواد مرعوب كفايه. كنت عايزه تقتله يا مختار، كنت عايزه تذبح ابني. ما اظنش كانت هتعمل كده، عامة ربنا ستر وهي ادتني الولد كل شيء. ايوه سعد. لا مفيش حاجة الحمد لله، موقف سخيف وعدى. لا ما اظنش داليا هانم هتيجي الشركة النهاردة، هكلمك انا، هجيلك انا. يلا سلام. شركة ايه؟ لا انا عايزة اقعد مع ابني، مش هنزل الشركة النهاردة. ماشي، لو مش عايزة تروحي بكرة كمان ما تروحيش بكرة. يا ريت استلم كل حاجة مختار في الشركة الفترة دي لغاية ما اعصابي تهدى شوية. حاضر، بس الموضوع الحمد لله عدى على خير اهو، مش محتاجه بقى اعصب. لا محتاج، بقول لك انت عايزه تقتل ابني، دي مجنونه. ماشي معلش يا مختار، انا اسفه، عايزه اقعد مع ابني لوحدي. حاضر، لو احتاجتي حاجه كلميني. متشكر قوي يا مختار. شركة اسمها الاتحاد، وهي شركة كبيرة جدا في الخليج، وبتشتغل في المركزات الغذائية زي المربات والعصاير وحاجات تانية كتيرة زي دي. الشركة دي بقى لها 3 سنين في السوق، وفي الفترة القليلة دي قدرت تعمل سمعة هايلة ليها. هم عاوزين يبنوا مصنع في مصر هنا، وطالبين تحديد ميعاد معانا، فياريت حضرتك تبلغ مدام داليا وتشوف الميعاد اللي يناسبها. حاضر، بعد 4 أيام يوم الاثنين مثلا. بس داليا مش هتكون موجودة، احنا هنقعد معاهم وهنشوف شروطهم ايه ونتفق على النقط الرئيسية الأول، وبعد كده نبقى نقولها. بكرة يا فندم لجنة الاستلام هتنزل الكومباوند عشان محضر استلام التشطيبات لازم يتمدي. ما أنا عارف، هما يخلصوا بس التقرير والإجراءات تمشي عادي. سلام. أيوة، أنت فين يعني دلوقتي؟ طيب زي ما اتفقنا هجيلك. سلام. انا لازم امشي. طيب انا عارف ان مدام داليا قدامها شويه على ما تركز مع الشركه، ولازم كلنا نرتب نفسنا على كده، بس على الاقل يكون في يوم واحد علشان التوقعات. ويا ريت يا ريت يا مختار يكون اليوم ده ثابت ومعروف للكل. حاضر. سلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عمر يا استاذ. استاذ في ايه؟ بكلمك. طب يا عم ماشي. عمر. انا عايز نقابل صاحبة البيت. اقول لها مين؟ قول لها محروس. محروس؟ محروس اسكندراني. طب اطلع بره كده يا احمد. والله اطلع بس بره كده. ما نتحرك من هنا غير لما نشوفها. طب اطلع بره. ماشي. اتفضل. طلعنا. اتفضل. ماشي. ماشي. صباح الخير يا فردوس. واحد اسمه محروس الاسكندراني عايز يقابل المدام. شاهين عايز ايه؟ مدام داليا، في حد واقف بره عايز يقابل حضرتك، بيقول اسمه محروس. مش محروس ايه؟ بيقول اسمه محروس الاسكندراني. قولي لان انا ما اعرفش حد بالاسم ده. حاضر. لا استنى، ما ينفعش يمشي. طب قولي لان ايه؟ يا مدام داليا، طب اقول لهم ايه طيب؟ يا مدام طب قولي لي طيب في ايه؟ خير؟
هاتي لي جزمتي وشنطتي. حاضر. ثواني. وفلوس. يا رب يا رب. طب في ايه طيب؟ طمنيني. طيب في ايه؟ اهرب لي. انا داليا اهرب لي. انا بامان هنا. انا تمام. خدي بالي على جوه. اقفل عليك كويس قوي. حاضر حاضر. ايوه مختار. ايه في ايه؟ ايه؟ الحقني انا في مصيبه. ايه تنايميني بس؟ ايه اللي حصل؟ محروس بره. يبي واقف قدام الباب لغايه لما اجي. بسرعه يا مختار والنبي. مختار باشا افتح يا ابن الباب. خش انت المخرجة من جنب شاهين. حاضر. مين؟ مختار. هو ده محروس بتاع اسكندريه السواق؟ اه هو. وصل لحد عندي. تفتكر عايز ايه ده؟ بس انا شكلي شغال طاير. مش هيعرفني صح؟ مش هيعرفك. هو جاي هنا ليه؟ هيبلغ البوليس؟ حتى لو حصل احنا ما عندناش مشاكل. اه احنا ما عندناش مشاكل. احنا ما يهمناش صح؟ صح. خلاص قابله انت. قبله انت. قبله انا بصفتي ايه؟ اعرض عليه فلوس كتير. اديله اي حاجه عايزها. مشيه. ما ينفعش اقبله. قبله بصفتي ايه؟ انا ممكن اقبله لو انت هتبقي قاعده في المقابله وما تعرضيش عليه فلوس كتير عشان ما يطمعش فينا، وهتتعاملي على انك داليا نور مش الست اللي هو اتجوزها. انسي عسليه دي تماما. انا داليا نور. انا مش زينب. انا مش عسليه. عسليه عايزه مخدرات. دماغي هتتفرتك. مفيش حاجه. مفيش حاجه. مش كفايه الاكل الصايص اللي بتجيبهولي. علي ما بيحبش الاكل اللي مسبك. انا هطبخ لك. هطبخ لك كل الاكل يا اخويا اللي بتحبه. انما راشد انا مش هطبخ لك حاجه ابدا. انا هجوعك. هخليك تجوع وتموت.